مزيد تقول هكا وصحاب كاش مزيد قاعد في الدار تقول دري هكا وديجي مش قرعت المرادة ورجع الدري للخاوية ببارا قاعد القلاوي ساد باك مشي غالط معاك الرد. اولا تحية لخوتنا وحبابنا وصحابنا والناس اللي كيبغيونا قوتي كتعرفوا مدادي وحنا جالسين واول مره من الساحه ديال الجامعه الفنيه ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو اللي غادي يكون زوين ها الجمهور كينقر وانا كتعرفوني راه كنواجه مع كل واحد والتحيه لخوتي كنطلب منكم واحد التصفيقه للجميع الاولى كتسمعوا بواحد القضيه كيقولوها الناس كاملين شحال من واحد كتسمعه تيقول لولدو ولا لبنتو اوليدي الله يرضي عليك قرا واخا بعدا وليدي غير بكالوريا واش كاينه تهضره ولا كذبت ولكن واحد العدد ديال الناس ما تيعرفوش هاد الكلام كيفاش كيكون في المغرب حنا في المغرب إذا قريتي ونجحتي ووصلتي للبكالوريا البكالوريا في المغرب شنا هي كتعطيك الدولة واحد الشهادة على أنه أنت كتعرف تكتب عندك نمشي معاك الرقاري أنا عندي الباك عندك القلاوي يا الله وليدي كتعرف تكتب ومن بعد البكالوريا كتقرا واحد ربع سنين اخرى كدير داك المازوت ولا ليسانس ولا داك القلاوي كيعطيك شهادة باللي انت يالله وليتي كتفهم داك القلاوي اللي تكتب يالله وليتي كتفهمو كتقرا ربع سنين اخرى كيقول له ودي ولد العيشة ولد العرقوش ولد الحميدة ولد الشحميد ولد الحاج راه هاد العام دار الدكتورة كاينة ولا لا؟ كتعرفوا شنو هي الدكتورة؟ الدكتورة هي وليتي كتفهم دابا هذاك القناوي اللي كتكتب وكتفهم يا الله وليتي كتفهم دابا انت ملي كتكون كتكتب وكتفهم وكتفهم الدولة كتعطيك دبلوم ديالك هاك ها باش تدبر على كرك في وسط هادو كتخرج كتمشي مثلا عندك الدكتورة في الطب كتعطي دبلوم ديالك للبنكة كتعطيك السلف كتكري بارتمان ولا كتشري بارتمان كدير شي ربعة المجلات شاريهم من الخبيس مصورين فيهم القحاب كدبر على شي قحبة كانت خدامة في المشماش كتشري لها طابلية بيضاء كدير السنادات كتمشق معاك الرك كندخل عندك أنا كيدخل عندك هذا كيدخل عندك هذا كيدخل مالك مريض اش كيدرك كذا 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 كان فاطمة أري لغزري فيكي اش عرفتي انت درك وجري فيك ثلاثة في الصباح ثلاثة في العشية عاود رجع لعندي علاش قال لك عاود رجع لعندي باش يشوف القحبة اما كنت سكنت انتي ولا مازال ها لان هو الادوية كلها هي مادة سامة باش بغيت تعرفها شوف الشعار اللي مدير في الفرماسيان اش هذاك القلاوي اللي دايرها اشنو هو هذاك هذاك الحنيش كيقول لك بالله هي المواد الصيدلية كلها هي مواد سامة كل سامة كنديروها للجرثومة ديالها باش تعرف تبون امك ما بغيتيش تزكى اجدك تخرج من تم تلتم بهاد الارض بهاد اللي زيد تقود صافي جوج كلمات شي بلاصه عاد تمشي ها واحد البلاصه هاي
باش كتعرف هذيك المادة السامة. تجربك هذاك الطبيب 3 شهور ولا 4 شهور مني كيستلم منك بدوك الأدوية اش كيدير ليك؟ هاك هاد الورقة سير عند الدكتور فلان، كتمشي انت عند هذاك الدكتور. واش هذيك الورقة اللي عطاك هذاك الطبيب؟ دخلنا عليكم بالله، واش تقدر تقراها؟ قلاوي والله لا قريتي، قريت الطبيب راه كاتب ليك يا ولد القحبة فيها. هذا راه انا حويته هاك، عاود حويه. شا تقرا القلاوي لا تقرا؟ دايرين الرموز ولاد القحام، والله لا قريتي شي قلوة بالله. بليك بد هذا الدكتور النهار جيت السبيطار اش درتي معاك الرك؟ واش كنت قال معاك في النرجس؟ والنرجس كنتي معايا انا تقول لك هبا دير لي هبا دير لي ولاد القحام، حاضي منكم ولا تحويوني. والله نعال طبال فعلا اخوتي، انا من هنا كنقدم التحيه الناس ديال السبيطار ديال محمد السادس، الله يعمرها دار، وتعاونوا معايا وعاونوني والله العظيم. ابن هذه المناسبه اللي جبدني هذا الولد وقال لي هذه الهضره، انا درت واحد العمليه قطعوا لي جوج طروفه من الريه ديالي، وحق لا اله الا الله الا جوج طروفه مقطعين لي من الريه ديالي. واخا كنهضر الله يشافينا ويشافيك، والهري يخلف زمان لا علينا ولا عليكم كاملين. انا كثرت من الحشيش ومن الكيف والويل والقارو والشرابات والنم تحت كومة، ولكن هزوني السبيطار حاليا دابا راه ما بقيتش كنكمي، المهم في صحة جيدة الحمد لله. وكنعطي واحد النصيحة من هنا دابا لأي شاب وأي واحد مبني وكيكمي، يحاول على راسه ينقص من الدخان ولا يحاول يبعد منه، لأنه هو واحد الحاجة اللي هي مضرة. ومن نهار اللي حيت لك روحي الدخان ما كاين غير ابوني ابوني بارطاجي وحق لا اله الا الله. سير ارجع راسكوك دابا هنا قدام هاد الناس نوريك انا ما تينوش قلاوي ما تينوش. انا بغيت نوضو انت راه تنوض القدره ديال الله ودير على يديك انت، حط على يديك وقول لك اوي. حاجه وليدي اللور سيروا ترزقوا على ياك تنقول لك سير بيع وشري، سيروا ولدي الله يرضي عليكم، سيروا وسيروا سيروا الله يرضي عليكم، سيروا سيروا خليوا غير هاد الكلاوي اللي سالوا كرهم بعدو. ومسيفتين والدي يبيع كلينيكس ولا كذا في القريب شي مالك ما بعتي ابارك انت تفرج مشي دخل الله ينعل طبون امك انت وياه. يلا يو يسبني انا لك سير الله ينعل طبون امك انت وباك ولد القحبه، ارجع ولد القحبه تضحك ارجع له. انا قلت لكم دابا الاولى اللي شدها في الطب ياك فاهمنا على الدكتوره حيت حنايا ما شاء الله ما مجينا ما يبيع عليك حتى قهوه ضحك معاك الرك والشط، بغيت تعطي شي حاجه مرحبا بيك، ما بغيت تعطي سير الله يسامحنا عليك. لعيب العار الا قلت لك الا ما عطيتيني ولا القلاوي والو ما كاينش داكشي مرحبا بيك، لا انت ولا كاع اللي كاين في جامع فنا. هادي هي طبيعتي انا، ما كنقول لشي واحد هادي ولا لا 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 لا. بغيت تسمع شوف 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 خويا اي ها باش يضربوا فيك حتى الولالات اخويا. انا نقول لك الحقيقه ما خلي هادو خلي، والله راه حتى هنا في جامعه فنا عشنا معاهم كيبيعوا الحجابات يبيعوا القلاوي ويعطيك الحجاب هاك اخويا هذا قالوا ديرو تحت راسك ونعس، والصباح قال لي ملي تفيق شوف واش بغا يبان لك. علاش بان كاع القحبات امك وانت فايق اش بان لك؟ بان لك شي قلوه عادي الا نعسي الا نعسي راه خصني يحويك. الاخر شاد السمع والقلاوي مدوبو دايرو في القراعي بارك عليه العلقة وزبدات البحر مدفون في الغبار 42 يوم دهنو راه طوال دهنو راه يغلط ضربو في حيط ما يعواش.
دور ضيف حيث ما عواجره ما بقى عندك زب راه ولات عندك بينسه يا ولد القحبه والاخر تا هو جاب دال فين هاك انا ليا شي قرعه ملي كاع تعطي عليه رجع عنده السيمانه الاخرى الا كان عايق تقول اش تبي خلع اللي عطيتينا كاع ما طولاته تقول لي الاخر علاه كي درتي لي تقول لي دهنتو ناعس ايه كاع عليك تفيقوا لا دهنتو فايق ايه كاع عليك خلي حتى ينعس دهنتو مزغب ايه كاع عليك تكرتو دهنتو مكرت ايه وكاع عليك تخلي حتى يغوفل ويبقى يحوي فيك يحوي فيك يحوي فيك حتى تعيق على خاطرك بغيتو الدواء وحق لا اله الا الله الا هاد الدواء عندي ها جدو معايا غير اليوم ها ويلي هذا اللي عندي انا ماشي ديال الدكار طوال هذا عندي انا ديال الكر يوسع ها الا بغيتي كرك يوسع ها هو هنا ما وسع انا السعودي نخليق تمك ها هو علاش نقول لكم هاد الهضره باش الانسان يفهم كروس كيدير غاديروا حاجه انا بحال بديت باقي على الله اللي ما زاد الاعلام ما سمحت ليه هاو اذا ما عندك الفلوس المسامحه ولكن في ديك والله ما سامحناك هز لي منا هز 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 يديك هز هز زوايدك هز يديك هز يديك اذا قال لك والديك سير الله يلاقيك ماشي وجمعت الخير راه هو هذا عندك ماشي غلط في راسك بغيتكم تقولوا كلمة واحدة اللي نعت هنا فلوس ماشي فيا ماشي في هاد الناس قولوا رحمة للوالدين لا لا ما زيدوا رحمة للوالدين كنسمع غير هذا انتوما ما سمعتكم قولوا رحمة للوالدين الله يرحم والدينا ووالديكم والدي المسلمين كفى اجمعين عشرة ديال الرجالة في هاد الحلقة بغيتهم يديروا لي الفتوح انا باقي على باب الله مولا ميا مولا قليل مولا كثير مولا درهم مولا 40 اللي قسم الله مولا الله يفاجي عليك فهاد غاسق لي الله يواليها بالرحمه والمغفره على والديك هاد الراجل هو اللي حشي بركه الله يلو حتى بعتو ورزايتو الولاد الحرام بجاه الله وهاد الليله هادي وديروا حاجه اللي ما عندوش الله يوجد ليه قولوا معايا امين اللي ما خدام الله يرزقو شي جهه فاش يخدم قولوا معايا امين حتى اللي ما بغى يخدم لهلا يخدم الطبور امه قولوا معايا امين خلي هذيك شوف واش داك القلاوي عندك انت سير الله يشافيك هاي الزواج العلم الزواج زيدك الزوايدك الزوارة فيك الخير عندك تعيد منك الخير لا انت ولا غيرك زيدك نعتو في هذا الرجل هو دخلت عليكم بالله الا ما قولوا بالشفاء زيدوا بالشفاء عندك مشي خالتا وليدي راه دعوات الكفوف ام ضامن السيوف اشحام واحد هنا دخل الحلقه وقال لهم ها العرض يا الله ديروا لي فاتحه بغيت ما حل في هذا الحل ها هما بمحلاتهم دابا على رقبتي الا كانوا كيبيعوا غير كافور الفيلات في الكيران ها هما عندهم المحلات سوق جديد عندك تمشي غاد في الحلاقيه يا ربي هاد الرجل نوافينا الخير ونوافيكم الخير الله يجعل هاد البركه بالرحمه والمغفره على والديه يا مولانا بسم الله هاد الرجل شي بركة يا ربي اجعلها لي ولوالديه بالرحمة والمغفرة يا ربي سيدي هاد البركة رحمة للوالدين يا مولانا الكريم عند ولدي يا ربي هاد البركة رحمة للوالدين يا مولانا عند سيدي هاد شي بركة يا ربي رحمة للوالدين اتسالوني كلمة ديما تلقولها اللي ما عندوش الله يوجد ليه تا اللي ما عندوش المسامحة عندك كاع ما بغيت تعطينا من سيدي هانتا ما قبلت وحدة وعطانا وحدة أعطاهم منا بجوج يا ربي ارحم عليه ولوالديه ولا تخلف زمان عليه واجعل هذيك البركة ليه ولوالديه بالرحمة والمغفرة يا مولانا الكريم
عن سيدي هاشم بارك لله. يا ربي ارحم الوالدين يا مولانا الكريم. عند ولدي هاشم بارك مصرفه، الله يصرف الذنوب ديالو بالحسنات. عن سيدي هاشم بارك مجموعه، الله يجمع شملك، قول معايا امين. الله يجعل هذه البركه رحمه للوالدين. خلي مزيد مزيد راه الى التروبيل هو معاك. طريقته الخاب والزبوبه والطبابن اييه، ولكن ساعه المعقول المعقول. عندك شي غلط سول عليا في جامع الفنا على رقبتي. إلا كيعرفوني هذا بيجي سير سول هالكوميسارية سول هالمقاطعة. ولا يقول لك هذاك الرجل الله يعمرها دارو معقول. ولا النيرة كيقودها. باش باش تضحكوا أنتوما. بسم الله. بسم الله. يا ربي هذا الرجل شوفها كيضحك وقال لك هاك. بسم الله. يا ربي اجعل هذيك الكلمة ديال بسم الله تبقى في الفم ديالك حتى الغدا أمام الله إن شاء الله. شوف بصار قال لك هاك. يا ربي تجيك من الهلاك بجاه الله وهذا النهار كبير عند الله. أن سيدي من بعيد يا ربي اجعل الرزق يكون قريب بجاه الله سبحانه وتعالى يا مولانا. هاي كاين اللي قال لي خاصك كوكرا مزيد كاين جماعة قرقيبة الله يجمع لي القحبات امك شي فارقوني. سخوار ولد القحبة كنحطهم حدا قلاوي والله إلا سخوار عطاوني. عمر قلاوي ما يفشلوني يقولوا معايا امين. هذوني قالوا امين بالك الرمل هذا نضحكوا. ها شوف نضحكوا الرحمه في الله. عندك شي غلطه الشريف اضحك كما قال واحد الشاعر قال لي كاين انساك انساه ولا يهمك قفاه يا ما غير وراحتي القلب وتهني قلبك معاه. لكن شي غلط معاك الرك بسم الله. قال مجيد ما تعرف تقلوه ولا تاع مجيد قلوته وما عندي كاع تضحك قلاوي بسم الله. مالكم انتوما ما كاين شي قلوه هنا ولا شي شيء. سيرو بنيتي سيرو سيرو كطلعوا عليا تحبكم فقيه سيرو. انا راه ما فقيه ما قلاوي ما والو. يسير يا ربي عند سيدي الله يخلي نضرا زينه حتى تلقى مولاك زين بجاه الله والوالدين. قول معايا امين. تضحك ياك ما ضربوا فيك شي واحد ورزه زاد ورزه زاد. اه لا اه ما زكوات هنا الوقت عيش بالله ما خرجتش انت ديمتري الى سي ديمتري يا اللي قرا على الرجا تاع فوربي هكا قلاوي. يا ربي خويا عباس هذا حاله معنا وقت ما جا عندي الحريقه مسكين تكرم بلي قسم الله عليه يختك رزق ان شاء الله. اسمع اش يقول بغيت بلادي وبيبتي الشباب. يا ربي هاد البركه تسر عليه في الغيب وتلقى عليه البلا والمصيب يا مولانا الكريم. هاي واحد مسخوط مالو مسخوط اشي اعطيني هي مرضية الوالدي. الو والسلام عليكم يا كهانية بخير ابوني. لا ادفع عليك ردات الوالد تري مساك انت بغيت تحكوا معايا اليوم. يا ربي يسر ليه يا مولانا الكريم.
عندك تطيح فوق زكوك. الله يرحم الوالدة والوالد. لا لا يا ربي تفتح لك يا مولانا الكريم، سيري الله يسر لك منويتي في الضمير ديالك، الله يجعل هذه البركة ليك ولوالديك بالرحمة والمغفرة إن شاء الله. لا الحلقة راه عندي كل شيء تيكون فيها، عندك مشي غلط مع كرك. بركة إيه دي فوتو 150,000 دولار راه قلاو. لاش بين تعال نخرج نخلي الحلقة راني هربوا هادو راه جبتها في راسي. بغيت تصور معاك. دخل عندي أنا وياك نتعانقوا بلا حوايج كاع. زيد أزيد قطعك مع كرك. علاش بغيت أنا؟ مرحبا. سيف واسخر. أراد داك الشيء جبدتي، شحال ما عايق بيك شوف، الله يفتح عليك رضيت لي والدي، قال لي صحابو قال لي بجي زعما ما حادي الحلقة، مصور مع هذا واش كنت من درتي ها؟ الله يرفع عليك رضيت لي والدي، باقي شي حد بعد شي بركة لله، ما كاينش، الله يسهل، ها، باقي الخير عند الله، بسم الله، صبر أنا ومرحبا بك. شوفي الشمس هذا قلاوي الله يكبر. كماش جميع الخوت وكاع ماشي راجل وهالبركه هالبركه ديال الله حلال ما خدعناك ما قربناك ما كذبنا عليك ما حلفنا لك بسم الله انت تبارك الله تبارك الله كون ضربتي كاع المرطوب عند شي ولد القحبة ما يخلصك بحالك ما سيدي الا كرامة بالله ايه تخدم تضرب تما لا تتعيا يقول لك حتى الغدا ولا هاد القحابة الله يعطف عليك رضات الوالدين ايه انت باقي الاخرين ها هما اللي تحت ها هما هنا ها هما هنا ها هما وراي الحشال كان هادي وحده لحد السيد راه كان سلام الشي اللي دخلت هنا جابتها في كره ديها في كرك واعر هذيك اللي باقا في جيبهم هما بالله تبعدا نديروا واحد الحاجه رجعوا له شويه من هاد البلاصه الله يرضي عليك الله يرضي عليك رجعوا له اللي ما رجع له رزامي رجعوا له شوف دابا كنت رجع خاف يكون زامل واحد جعبته كاع زامل مسكين ورجع سيدنا اولا مالين هاد البركه يا ربي اجعلها ليهم ولوالديهم بالرحمه والمغفره قولوا معي امين لا اللي عنده ولا اللي ما عنده اللي اعطانا ولا اللي ما اعطانا الله يجعل هاد البركه رحمة لينا ولوالدينا قولوا معي امين ما دابا حررتها ردي البال ها هي هنا ها هي حدا قلاوية ها هذا خفا بو الحياة كانت حار مرحبا معاك مرحبا بك سير الله يخلفك الله يجعل البركه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بقي هذا الكريسي وليدي اش يقعد فوق زيد هذا قحاب هذا كريسي ولد قحبتي بالك عندي انا الكراسه هنا كتشرح ليه ماشي من هنا وياك من الشين وياك كوريتشوا اريغاتو بعد فوق هذا نوريك الحقيقه Thank you.
دابا قبيله درنا وتكلمنا وكذا دابا النكت. انا فاتني التربيق والضحك وكذا. ها معقول هو اللي فيك ما عادوا يضحكوا تيجي. دابا واحد الدري كيلعب في الزنقه واسمه واحد فقيه قال لباه بابي وعيه تلاقي فقيه قال اجا وليدي لا باقيش يقول لباك بابي هاد المره قول له ابي كتعرف هاد الاخوانيين ابي دري مسكين من يدخل الدار ما عادش قال لي باه كذا ما عيط لباه ويقول لي ابي ويقول لي اجا وليدي اجا 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 شكون وراك هاد الهضره؟ قال له برا الفقيه سمعني تنقول بابي وقال لي لا باقيش تقول بابي قول ابي هذا ولد القحبة هذا ويعلم لي الدري هضرة الإرهاب الصباح هو سيفطي واحد جوج البوليس قال لهم جيبوا ذاك الفقيه دخلوا القحبة مع الكوميسارية ما تهضروا ما تعطي لهم واحد القتلة ديال المعارفين بالله وعطاه لهم واحد القتلة هادشي متاع تاخت نهار الخميس الفقيه بايت طيب ليه كرو طيح جاو عندو البوليس قالو مالك الفقيه ما بيدخلش في كر تيقول بابي خليه يقول بابي لاش تقول ليه قول ابي من اليوم بقا تقول ليه بابي الفقيه يدخل سوق كرو الصباح صبحات الجمعة وضرب داك الكوميسي قال الفقيه الجامعة راه بقى بلا فقيه قلنا الفقيه واخا يصلي بالناس بعد الجمعة والغدا عاودو يشدوه وما يطلقو الفقيه جا مع صلاة الجمعة يطلع للمنبر شد العكاز ودار عن بابي هريرة ترى تعاد في القبيمة ولادي يقول لي بابي هريرة ماشي أبي هريرة يا ربي خويا هاد المرض عرفتي هذا اش قال لي هذا؟ قال لي العر معاودين على الزحاف والعمى واحد الزحاف وواحد العمى وكان سعاو سعاو الله كاملين جالسين داز واحد خينا طار عليه الدم قلق مع مالين الدار ويقول لي داك الزحاف ها شريف شي بركة لله قال له ها هي العماش معاه هي ويقول لي وانا يكون الشيء ولد القحباس عطاه قال له تقول لي وانا اودي هذوك راه كانوا مقبودين في الحبس وكانت المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وزعما اللي خرج كيعاونوه هذاك الشفار عطاه طريم مورتور راه خرج مع المناسبه ديال العيد الكبير عطاه طريم مورتور ومشى بداك طريم مورتور وقعد حدا السوق كاع لي جابا يدي شي حولي كيعطيه ليه عمر داك الحولي داك التريبورتور عمرو بالحواله واحد خويا القحبات دار عباد الله العيد الكبير شوف دابا الدوله فاش عاوناتو كان تاي مخر غير الحولي عطاتو التريبورتور مخر 10 الحواله ها شاداش عجباتو بلاد القحاف طيح ذلك شي قوال والله ما تعيق بهم واحد السمار من هاد السمارة حاطوا لواحد دايرها والله إلا هنا في الحلقة عندي هو يدور هذاك اللي في الحلقة حاطوا لي وضرب قال له صاحبي خلينا نتفرجوا يقولوا تفرج اخو على انا حاطوا لك في عيني كلها تفرج يلا شادوا هاد القحاب هادو واحد تاني تبع واحد المراه عندها واحد الكر وقفات عند واحد مول الحوت كانت تقدا هو يحطوا ليها ود القحبه ودارها
مول الحوت عاقبي قال اسك تشري من سقوك انت الاول. قال له عندك الرايه؟ قال له كاينه. قال له قال لك القايد علقها وديها في كرك. هاد القحبله باقي ندير هذيك الضحكه. غادي نقول هذاك اللي مريض الله يحميك الوالد. واحد مسكين مريض الله يشافيه. يقول الله يعفو عليه. تعب هذا فيه الكونسير ولا فيه السخانه ولا فيه كورونا ولا هذا راه عنده النمل في كرو. منيتين عس مسكين تبدا النمل يدخل يخرج من الكرو. ما خلاش طبيب. ويسول واحد صاحبه قال لهم ضرب ريتي شويه. قال له ودي باقي عندي النمل في كري. يا قال له ودي راه الدكتور بحال عاد حل العياده ديالو راه جاب ديبلوم من الامريكان اختصاصي في الكر. عرفتي دابا الاطباء كلها فاش عندهم اختصاص. كاين الراس كاين العينين داين ضدر كاين العنق داين القرجوطه هذا مصور زك في البلاكه. لا تعال شال عندك من اللور شي بس ما كانت فعلي. حيد اخويا عندنا داكشي. الله يرحم والديك. هي تنحيدوا الفيديو ديالنا واجي نصور. مرحبا بكم انا من دابا هي. دخل عند الدكتور وراه عليه بعدا قال له ودي سير البلاصه الفلانيه راه الدكتور حدا الساسيون ديال ليصاص هز عينيك راه غاتبالك البلاكه راه مصور فيها كر راه هذاك اختصاصي في الكروره سير عنده. بيني مشى عنده السلام عليكم وعليكم السلام سعد الدكتور انا راه مريض اش كيضرك؟ قال له ودي عندي النمل في كري. اش هاد المرض هاد؟ ما عمر شي واحد جا عندي مريض بحال هاد المرض. النمل كيدخل ويخرج ليا من كري. قال له ودي غادي نداويك انا الا داواك الله ولكن بشرط. قال له شنو هاد الشرط؟ قال له غتعطيني 40000. قال له ها هي. شد عنده 40000 قال له اكتب لي الدواء. قال له الدواء ما غادي يكتبوا لك. الدواء غادي نوريه ليك وانت سير كتب دير الدواء اللي قلت لك. قال له ايه. قال له غادي يمشي عند مول الحانوت اللي عندكم في الحومه. قال له ايه. قال له غتشري عنده قلب ديال السكر. دير قلب السكر دخل لمحلك حيد السروال حيد القلب السكر القايد قلش رجليك حط قلب السكر باب كرك. النمل غادي يخرج يجمع على ذاك القلب السكر اجمع سروالك شافك الله. قال والله سعد الدكتور عمر شي طبيب ما عطاني بحال الدواء. مشى للدار طرق الحماش راه قلب السكر دخل الدار حيد القاعد عرى القلب السكر سلت السروال قلش رجليه حط القلب السكر حدا التخبات باب كرو. عرفتي النمل تا هو عطاه الله العقل. خرجوا دوك الباحيتات لقاو قلب السكر وما يرجعوا للداخل. قال لهم السلطان ديالنا مسكم خرجوا دغيا ورجعتوا دغيا ياك لاباس. قال له سعادة الملك راه خرجنا ولقينا واحد قلب السكر من الباب. عرفتي الملك ما مسالي دار ليهم دخلوا بزكوك.